الآن هناك إيقاف للطريق لها آثار كثيرة جدا. تعليقك على الاحتجاجات وطريقة هذا الاحتجاج بقفل الطريق. طبعا الولاية الشمالية بتعد من الولايات المتهمة بأنها يعني مدللة، وأن فيها اهتمام أو بها اهتمام كبير من قبل المركز، ولكن للأسف الشديد. لماذا هذا الاتهام؟ يمكن لأن هناك يعني منذ الاستقلال النافذين، عديد من النافذين في الحكومات المتعاقبة ينتمون إلى الشمال، إلى الشمال، فلهذا يمكن يعتقد الإخوة في باقي أنحاء السودان أن الشمالية يعني تعيش في نعيم، ولكن كل من يزور الشمالية يصدم. وهم يبادرون يعني ان هم يصبرون على ما نحن يعني يصدم من الواقع الموجود في الولايات. بالتاكيد يقولوا يعني احنا المفترض نعتذر لكم. طبعا بالنسبه للطريق شريان الشمال، هذا الطريق يمثل نموذجا لممارسات نظام الانقاذ. هذا الطريق للأسف الشديد شارك فيه المغتربون بالنصيب الأوفر، ومنذ 1985 هناك فرض رسوم على وجبايات على المغتربين بكل أشكال الجبايات، وهناك جبايات على المزارعين والمقيمين في الولاية من أجل هذا الشريان. هذا الشريان يعني تحول بقدرة قادر من يعني كان مشروع أهلي بيشاركوا فيه أهل المنطقة إلى شركة مساهمة، وبدون علم من أسهموا في إقامة هذا المشروع، وتحولت من دون أي رجوع لهم، وأصبحوا هم غرباء عن هذه الشركة، واختطفت ثم أصبحت تمارس أعمالا خارج المهمة الأولى لها، أصبحت تنفذ طرقا في ولايات السودان المختلفة.